شكرا لكم على تتبع ديال اشغال انتخاب مجموعه الجماعه التعاون اليوم. الحمد لله اليوم كان واحد ليس نجاح مرشح ولكن نجاح ديال اقليم تونس. هاد الاخوان مشكورين، الساده الاخوان ديالنا في جميع الاحزاب كتخدم داخل اقليم تونس على هذا التحالف وعلى الثقه ديالهم التامه، وحنا بالجميع الامكانيات اللي كاينه عند هاد الاطر اللي كاينين ونضافوا ديال 83 عضو غادي نحاولوا ناخذوا الايجابيات ديالهم كامله باش نعطيو لهذا الاقليم ونكونوا عند حسن ظن رعايا صاحب الجلاله حفظه الله ونصره. وايضا لابد ما نشكروا من السلطات الاقليميه وعلى رسم سيد العام الاقليم تونس على الاخراج ديالهم ديال هذه المجموعه بهذه الطريقه الصحيحه واللي غادي تعطي ان شاء الله واحد الدفعه قويه لفك العزله على مجموعه ديال الاقاليم، اضافه الى الاختصاصات الجديده ديال حفظ الصحه والنقل العمومي والنقل الدراسي. بطبيعه الحال غادي نديروا واحد المجهود كبير باش نحاولوا ندفعوا بهذه المجموعه وتعطيوا واحد المستقبل كبير ان شاء الله لاقليم تونس. شكرا جزيلا للحضور ديالكم. عبد الحق ابو سليم مندوب عن جماعه الرتبه بمجموعه الجماعات التعاون اقليم تونس. كما لاحظتم معنا هذا اليوم هذا تم اعاده انتخاب رئيس واعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه بمجموعه الجماعه التعاون في الصيغه ديالها الثانيه اللي جات بناء على القرار الصادر عن السيد وزير الداخليه رقم 36 بتاريخ 20 نوفمبر 2023. هذه الصيغه الثانيه واللي تم فيها توسيع الاختصاصات ديال المجموعه اللي غتشمل واحد عده قطاعات. هناك القطاع ديال الطرق بما في ذلك المسالك، بناء القناطير، تزفيت المحاور الطرقيه، كذلك القطاع ديال البيئه اللي غيشمل المطارح العموميه بالاقليم، ثم القطاع الاخر الثالث واللي هو مهم والقطاع ديال النقل المدرسي واللي قطاع مهم والتدبير ديالو تشكل واحد الاكراه كبير بالنسبه للجامعات الترابيه، ثم قطاعات اخرى واللي كترتبط بالتدخلات الاستثنائيه اللي كانت كتقوم بها مجموعه الجامعات التعاون في السابق واللي كانت ما كاينش واحد التدخل في اطار قانوني. اليوم في الصيغه الجديده هذه المجموعه غتولي تقوم بهذه التدخلات كامله في اطار قانوني بعد ما تم التوسيع ديال هذه الاختصاصات، ثم كذلك تم الرفع من العدد ديال اعضاء المجلس من 49 ل 83 على ضوء هذا القرار هذا. وكما حضرتوا معنا وشفتوا العدد ديال الحضور اللي كان في القاعه اليوم، واللي مهم في هذا الحضور هذا هو ان جميع العمليات ديال التصويت تمت بالاجماع، مما يعني ان جميع الاعضاء او جميع المندوبين ديال الجماعات الترابيه بالاقليم تهمهم المصلحه العامه ديال الاقليم، وغابت هنا لا الانتماءات السياسيه ولا. وتم انتخاب الاخ محمد السلاسي اللي كنتمناو له التوفيق في هذه المحطه الثانيه، واللي حقيقه ان المجموعه غادي يكون عليها واحد الحمل ثقيل واللي خاص لابد الجميع يتجند من اجل انجاح هذه التجربه الثانيه. وفي هذا الاطار كذلك ما نساوش الدعم اللي قدمه السيد عام الاقليم تونات، لانه لولاه لما تم التسريع بهذا الملف هذا، وخاصة كما كتعرفوا أن هذا الملف هذا على المستوى الوطني مجموعة الجامعات بإقليم تونس تشكل استثناء، لأنه أضحت هذه المجموعة تشكل استثناء على المستوى الوطني فيما تقوم به من أعمال، وخاصة اللي كانت مرتبطة بفك العزلة على العالم القروي بمختلف الجامعات الترابية بالإقليم واللي هي بحاجة ماسة لهذه الخدمة. فتصوروا معي لو لم تكن المجموعة بإقليم تونس كيفاش كان غادي يكون الحالة ديال السكان، سواء ارتبط الامر بالتدخلات العاديه او بالتدخلات الاستثنائيه. والنقطه الاخرى واللي هي مهمه، وخف ظل هذا الموجه اللي عرفتها سوق المحروقات في المجموعه، ما وقفتش البرامج ديالها سواء البرامج العاديه ولا الاستثنائيه، كان عندنا تخوف كبير، ولكن المكتب السابق اشرف على العمليه وضمن الاستمراريه ديال تنفيذ هذه البرامج، وهذا اللي جعل ان المجلس اليوم يثق فيه لمره ثانيه ويتطعم المكتب بعناصر اخرى اللي كنتمناو لها التوفيق في المجال ديال تدبير هذه المجموعه في الصيغه الثانيه ديالها. شكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.